رقم تي في. هذا هاتف جوجل نيكسس 5 اكس من تصنيع LG والذي اعلنت عنه جوجل خلال مؤتمرها الاخير في الاول من اكتوبر. The Nexus 5X offers top of the line performance in a compact affordable package. الهاتف مصنوع من البلاستيك وبزوايا منحنية ويبلغ وزنه 136 جرام وبسماكة 7.9 ملم. الشاشة مقاسها 5.2 بدقة HD بكثافة بيكسل 423 بيكسل لكل إنش ومن نوع IPS LCD مزودة بطبقة حماية مقاومة للخدش من نوع غوريلا جلاس 3 وتستحوذ على نسبة 70% من مساحة الهاتف الكلية، وهذا استغلال جيد للهاتف. من حيث الأداء يعمل بمعالج سناب دراجون 808 سداسي النواة مع رام 2 جيجا بايت وجاء بنسختين من حيث السعة التخزينية وهما 16 و32 جيجا بايت دون إمكانية إضافة ذاكرة خارجية. الكاميرا الخلفية دقتها 12.3 ميجا بكسل والأمامية 5 ميجا بكسل، كما ويحتوي على مستشعر بصمة يعمل باللمس ويتضمن منفذ USB من نوع C والذي ينقل البيانات بشكل أسرع من المنافذ التقليدية. الهاتف يمتلك سماعات ستيريو أمامية مما يعطي تجربة صوتية مميزة. البطارية سعتها 2700 ملي أمبر. يأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود، الأبيض والتركواز، ويبلغ سعره 430 دولارا. شاركنا رأيك عن الهاتف ولا تنسى أن تضغط لايك وتشترك بالقناة.